راس يومني واحد عطيتو قتلو هاك الديه بعد كي قلت له الديه قدايا مع يا دار في حاله شوف بدا يتوسوس لا تخشي فيها مقابريه بزاف صرت هنا غير مقابر يا انت على بالك شو حياتك كاع مرحي ما يقدرش كيفاش على بالك لازم تبلع بالجيل انا لازم تكون ماشي صاحي كاع فاهم دلالة في العالم في الماريكان كاين دلالة وجنو دلالة تاع الزوالي يجي يسترزق منها يبيع ويشري وهادي هي تساعد ناس محتاجين تساعد واحد محتاج واحد ما على بالي دوكا دخلوا دلالة دايرين هاك شغل قوت حياتهم كاع كاين اللي يخرج من الخدمة يجي يسترزق فيسبوك قليل هادوك تاع الفيسبوك باش يبيع يبيع كونتيتي ما يبيعش حبة ولا زوج هنا يبيع تبع القديم يتبع الملبوس يتبع حاجة جديدة حاجة اللي تجي في يديك تبيعها هذا واش كان؟ أغرب حاجة شفتها في الدلال أغرب حاجة يساوموك بألف راك حاجة دير مليون يقول لك 10,000 ماشي تهبل ها؟ لا دوك تدخل ايفون اكس مولا 120 مليون تحكم دلالة 15 مليون أنا شبيه ب 15 مليون أنا بيك لك لازم تبلع بالجيل أنا تبيع لازم تكون ماشي صاحي كاع فاهم ما تكونش صاحي باش تجيك داك يعطيك 20 في العفسة النورمال كدا راه معليه صح ضحك له سينو تضارب تولي تضارب هادي لازم تبريباري روحك صارت لك اش خدمه قاعد بيا كنت نبيع تليفونات يجي يعطيك 20,000 50,000 تليفون شحال اسمه سي تليفون تاع 400 500 نقولوا زعما فارغين شغل ولا غير فارغين شغل يدور او يدور يجي واش واش ما يجريش كاع واش واش سامو يسمع ديجا على بوز ديجا يسمع كي تقولوا ساو ما يساومك ما يحبش مع كي يعطيك يعطيك ميل تحت كاع ماشريش وما عندي ضرب من تحت باش ما تعطيلوش وثاني شامك شويه انت تعطيلو انا صرات لي ديجا خطره ساومني واحد عطيتو قلت له هاك الديه بعد كي قلت له الديه قدايا مع يا دار في حاله شو بدا يتوسوس ايه توسوس قال كي عطاو لي بهاد السومه هذا تسمع في حاجه فاش دلاله ماشي مليحه جيب دوك انا نبيع بلايغ يا خو 120,000 وقمي سيدي يا خو قلت له حسبها 100,000 شايف قال لي يا خو زيد نقص لي شويه شايف خو 70,000 قال لي زيد نقص لي شويه شحال كحايب 20,000 يا تسمى شن هدية فاش ماشي مليحة الدلالة تقول شي فيها مقابرية بزاف صرت ولا انا غير مهبل يا انا نسترزق خويا يعني فايت 20 سنة سقسي عليا كاع الناس يعرفوني نسترزق نبيع بخمسة بعشرة ونورمال رانا نحيو في القش نتاعنا كان بكرا نقش زيادة نجيبو واش نحيو زيادة هذيك ونجيبو نبيعو باش نقوتو باش ناكلو والله باش نباتوا في حمام انا قال هذه دير اوريجينال دير مليون قول لهم انا طالب 800,000 باسكو حاط على الحانوت يجي يساوم لي في المعقول 500-450 ونهضر بها الحلال يطلع تساوم لي 100,000 قول لك يا خويا روح بتكمل طريقي يا خو ما نبيع لك ماشي للبيع بدا به هو يلبس حاجه اوريجينال بسومه رخيصه ويلبسها ويقول لك سيده ومحتاج شدك ملي اللي توجع فهمت كيف كيفاش شديك من اللي توجع قال بالك نعطي له 100,000 يرضى انت على بالك شو حياتك كاع مرحي ما يقدرش كيفاش على بالك كان اللي خرج دوزان تاع دارو يجي يبيعو باسكو ما عندوش هذيك ما عندوش فريمو ما عندوش يلحق المسلع ضم باش يجي يبيع قشو هذا واش كاين باش يقشو يبيع يصرف وغدوه من داك يحلها ربي دلالة ما عندها حتى وقت من 8 تاع الصباح 12 تاع الليل جا 3 تاع الصباح واحد باساجي يقول له خصني حاجه باش نبيعها ما عنديش شريها عليه وتروح لداركم لا ما عندهاش وقت ماشي قال ريدو راح تغلقوا ولا حانوت لا شغل تروطوار